وتتزين دار الأوبرا المصرية في ليالي الصيف حفل لفرقة أيامنا الحلوة، 17 مطربا ومطربة من الشباب، أغنيات تراثية ومعاصرة، ومونولوج على مسرح النافورة، مواهب فتية تشعل حماس الجمهور الذي حضر وتابع فعاليات الحفل مبكرا. فالفرقة التي تأسست عام 2003 جذبت أطياف الجمهور المصري والعربي. إجراءات احترازية يتم اتخاذها بشكل مستمر للحفاظ على سلامة رواد دار الأوبرا ولمنع انتشار فيروس كورونا، ولتعود الحياة مرة أخرى لطبيعتها تدريجيا. حماد العربي، التلفزيون المصري.